والنساء بشكل عام بيكون في عندهم دقة بالعمل أكثر من الرجال، فهذا كان سبب يعني كثير قوي لنجاحنا. أصعب شيء في حياتي فهو إنه فعلاً تأمين فرصة عمل، لأني نحن اليوم يعني كل يوم الدخل عم يصير أوسع، يعني بدك دائماً مصروف دراسي، مصروف بيت، مصروف البنات، فهذا كتير شيء صعب. يعني دائماً عم ببحث على عمل لحتى تكون حياتي وحياة البنات أفضل. بالبداية كان فكرة يعني صعبة كتير، لكن كان في رغبة كتير قوي للعمل. ضلينا شهرين عم نتدرب تدريبات نظرية وعملية. أول شيء دربنا بالهاردوير، تعرفنا على قطع الجوال، تعرفنا على البورد، تعرفنا على كتير شغلات كنا ما بنعرفها أبدا سابقا. حبينا الفكرة وطورنا حالنا، حاولنا نشتغل أكتر على حالنا. بعدين صار في هون فكرة إنه هذا المشروع ينفتح.